المغاربه يعيدوا في هذه الوضعيه. لا مع المغاربه يعيدوا في عيد الاضحى ان شاء الله، ولكن مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازيه فيما يخص الوباء اللي في البلاد. بالنسبه لعيد الاضحى الله يعطيك الرضا، كنقول لك بان الدين الاسلامي ديالنا ما فرضش مثلا على الانسان اللي ما عندوش باش يعيد انه يعيد، اي انه يبيع حوايجو ولا راه حتى من غير هاد المساله ديال كورونا كتبقى بان الناس شحال من واحد كيبيع حوايجو ولا كيمشي يدير اشياء اللي هي غير مشروعه باش يجيب ديك الاضحيه، وهذا ما داخلش نهائيا في نطاق الاسلام. هذا الاسلام بريء منه، الاسلام دين يسر وليس بدين عسر جميع المجالات. هي تفرح الوليدات حيت خص حتى دوك الوليدات يتربوا بانني لا عندي غادي نوفر لهم، ولا ما عنديش ما غاديش نوفر لهم، باش منين يكبروا ما يبقاوش يقولوا خاصنا وباي وسيله، وبالتالي يمكن ينحرفوا باش يلبيو دوك الحاجيات ديالهم. السلام عليكم. بعدا في الحقيقه مع الكوفيد كوفيد 19 من الاحسن اللي عنده ميسر وعنده الامكانيات حتى الا فرح وليداته وضحى وعيد وهذا ماشي مشكل، ولكن اللي عنده الظروف قاصحه وصعيبه مع هاد الشهور اللي جلسات الناس وهذا الله يكون في العون، زعما عادي واخا ما يعيدوش الدنيا هانيه، الانسان ياخذ شويه اللحم نهار ديال العيد، ياخذ شويه الكبده ويشوي ويدير الريحه في دارو ويفرح وليداته، زعما عادي ماشي ضروري، هو سنه ماشي ولكن ماشي ضروري، اللي ما عندوش الله يكون في العون بلاش. رايك الناس اللي كيتسلفوا باش واش غادي نقول لك اختي؟ داكشي السلف عاود داكشي شكل اخر، انا في نظري السلف بلاش خصوصا في هذه الايام هذه، الانسان خصنا نصبروا ونقبلوا ونرضاو بالوضعيه اللي عطانا الله، والفقر ماشي عيب، واحد العامله ما عيدناش ماشي مشكل، ماشي مشكل نصبروا احنا مع الوقت، احنا مع الوقت، الا ما عندناش ما عندنا ما غادي نديرو، والسلف عاود داكشي شكل اخر، من الاحسن بنادم انا في نظري بلا ما يدخل في الكريدي باش يعيد ويبقى عاود حاصل، وربما يجي شي مرحله وحده اخرى ديال اغلاق وديال هادي وهادي، يبقى الانسان هذا، ولكن عاود كل واحد وحر في حياته. غادي نقول لك خايفين من المرض وخايفين ما عرفتش والله ما عرفت، وبنتي لا جابوا الله غادي يعيدوا، ولا شفنا المسلمين معيدين ما تابعين غير المغاربه ديالنا اللي داروها نديروا حتى حنا وصافي. والناس اللي ما في حالهمش مساكن واش خصهم يعيدوا ولا؟ وبنتي لا عيدنا حنا يعيد كل شيء، نبغيو كل شيء يعيد وكل شيء يكون فرحان وكل شيء يكون مزيان وعلى خير وبخير، شنو غادي نقول لك؟ في نظرك الناس اللي كيتسلفوا باش يعيدوا مزيان ولا لا؟ لا بنتي ما نسلفش باش نعيد، واخا نبقى بلا به وما نسلفش، ما نكذبش عليك، ما عنديش نبقى بلاش وما نسلفش. واحد الظروف ديالو، كاين اللي مسكين خدام، كاين اللي ما خدامش الله يحسن العوان، فهمتي؟ كاين اللي غيبيع حويجاتو باش يعيد، الله يحسن العوان الصراحة، هادشي اللي كاين. ومازال عاد كنشوف اختي مازال نتسناو ان شاء الله. ايوا على حسب وليداتهم الصغار، كل واحد كيبغي يلبي ديك الرغبة ديال الوليدات، دابا شكون اللي كيجيو في الطريق؟ الوليدات الصغار. اما بالنسبه للانسان الكبير راه ما يعيدش، يقول لك انا ما عندي ما ندير به، ما خدام ما وراه ما يعيدش، الساعات ولا هادشي اللي كان اختي. ممكن الانسان يعيد، ممكن على حسب الاستطاعات كل واحد، لا ما خصش الانسان يعني يتحمل اكثر من الطاقه ديالو. يعني الواحد يمشي على قد الاستطاعه ديالو. اللي عندهم الوليدات في نظري يعني تابعهم المدرسه، تابعهم بزاف ديال، في نظري ما خصش الواحد يتحمل اكثر من الطاقه ديالو.